إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، تلاحقت بنا الأسابيع، وها نحن على مقربة من ذي الحجة، لكن لدينا اتصال بموضوع هام سبق وأن تحدثنا عنه في أربع جمع، وحتى لا ينفصل ذلكم الموضوع والمصلحة يتعين فيها أن نستمر مع وجود أو قرب موسم الحج والأضحية، فإني أعرض على أسماعكم هذا الأسبوع والأسبوع القادم حتى يكتمل موضوع هذه الخطبة، أو حتى تكتمل هذه السلسلة من الأحداث المؤلمة في التاريخ الإسلامي، أبدأ فأقول: موضوعنا في هذا اليوم هي الخطبة الخامسة المسماة بخطبة الأحداث والأسئلة والفوائد والعبر. عباد الله، عبرة من فتنة المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي خرج على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. هذا الرجل وهو المختار ابن أبي عبيد الثقفي بايع لعبد الله بن الزبير، لما اكتمل الأمر لعبد الله بايعه هذا الرجل وهو في مكة، وكان يقاتل مع عبد الله بن الزبير، وكان يمدح عبد الله علانية لكنه يذمه سرا، وهكذا هم أهل الأهواء. فمضت الأيام وإذا بالمختار بعدما مات يزيد بن معاوية، وتفرق أهل العراق، لأنه بعد يزيد بن معاوية كما أسلفت تولى من بعده ذلكم الابن الصالح معاوية الذي لم تدم خلافته طويلا، وأراد أن يبايع لابن الزبير كما أراد مروان ابن الحكم أن يبايع لابن الزبير، حتى أثناه النميري وعبيد الله ابن زياد كما مر، لأنه بعد يزيد بن معاوية خرج هذا الرجل إلى الكوفة في العراق لأن أمورها قد اضطربت وتشتتت، فدخل في يوم الجمعة، وكلما مر عليه ملأ أو مر على ملأ قال: أبشروا بالنصر، حتى حضر الخطيب فاستمع للخطبة، وبعدما فرغ من صلاة الجمعة جلس يصلي إلى العصر عند سارية من سواري مسجد بالكوفة، وجعل هذا الرجل ينضم إليه أشخاص ويقول: أبشروا بالنصر، فإن معي كتاباً من محمد ابن الحنفية المهدي. محمد ابن الحنفية هو ابن لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أخ للحسين ابن علي بن أبي طالب من جهة الأب لا من جهة الأم. فاستقر الأمر كما سلف لمروان ابن الحكم، أين؟ في الشام وفي مصر، أما الأقاليم الأخرى فهي تحت يد عبد الله بن الزبير. فما الذي جرى؟ أتى أهل الكوفة إلى سليمان ابن صرد وكان واليا عليها، وقالوا: لنأخذ بثأر الحسين. فاجتمع عنده 17,000 يأخذون ثأره ممن؟ من الأمويين، من عبيد الله بن زياد الذي قتله. فقال: نخرج إلى عبيد الله ابن زياد. فقالوا: كيف تخرج وقتلة الحسين موجودون بالكوفة؟ فقال لهم: نخرج، فإذا قتلنا ابن زياد رجعنا إلى من في الكوفة ثم قتلناهم. فقالوا: الأمر كما ترى. فانطلقوا، وإذا بهم يلتقون بجيش مروان ابن الحكم الأموي، التقوا بجيشه
وكل منهم يقول للآخر، يقول الشاميون الأمويون لتبايعوا أمير المؤمنين مروان، وأهل الكوفة يقولون أسلموا لنا ابن زياد حتى نقتله بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين، فلم يسمع أحد للآخر، فجرت المعركة وقتل خلق كثير في تلك المعركة، وكانت أمارات النصر للعراقيين أكثر من الشاميين أكثر من الأمويين، وكادوا أن ينتصروا حتى أتى مدد من الشام للأمويين. فما الذي جرى؟ لما اضطربت الأمور على سليمان بن صرد نزل عن فرسه ترجل وكسر جفن سيفه وقال مناديا في قومه وفي جيشه يعظهم بالآخرة: من كان منكم يريد الرواح إلى الجنة والمغفرة من ذنبه فليتبعني. فتبعه عدد كبير يمشون على أقدامهم حتى دخلوا في صف وفي جيش الأمويين، حتى كان يسمى ذلك الجيش بجيش التوابين. فما الذي جرى؟ قتل سليمان وقتل من معه، وقتل شخص اسمه عبد الله بن وال وهو أحد الفقهاء، شريح القاضي كان في العراق. الأمة تخسر من الخروج على الولاة، تخسر خسران عظيمة. شريح القاضي اعتزل عن القضاء في الكوفة لما رأى ما رأى، وكان الكذاب وهو المختار بن أبي عبيد الثقفي يزعم أنه يأتيه شيء مما يأتي الأنبياء، وهذه كهنة يخبرهم عما وقع، يخبر أهل الكوفة وهو في السجن لأنه اعتقل، يخبرهم بما جرى لجيش الكوفة كهانة. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا بأن في ثقيف كذابا ومبير، رجع من رجع من أهل الكوفة. وإذا بأمر المختار من خلال ما يلقيه عليهم من سجع الكهان كما قال ابن كثير رحمه الله، وما ذكرته هو في البداية والنهاية لابن كثير. أتى إلى إبراهيم ابن الأشتر النخعي، كان رجلا قويا في الكوفة، وطلب منه أن يأخذ بثأر الحسين. سبحان الله، يدندنون على قضية الرؤوس وعلى قضية الدماء بثأر وبجريمة كذا وكذا، وهي بوابة لأهل الأهواء والبدع. فالشاهد من هذا أنهم اجتمعوا على المختار، فأتى المختار إلى إبراهيم بن الأشتر النخعي وطالبه بالأخذ بثأر الحسين، وقال إن معي كتابا من محمد ابن الحنفية الذي هو أخ للحسين وهو المهدي يطالب بدمه. فاستشار ابن الأشتر من عنده، فقالوا إن أمارات الصدق عليه واضحة، غره من غره. فتبعه ابن الأشتر وخاطب المختار خطبة ذلك اليوم، وبايع له ابن الأشتر والأمراء والجنود. فما الذي جرى؟ إذا به يغدق على الجيش العطايا ويعطي الناس من بيت المال عطاء عظيما، وجعل يتتبع من قتل الحسين من شريف أو وضيع حتى أباد كثيرا منهم، وجعل يلتقي بجيوش الأمويين الشاميين أكثر من مرة، فينتصر المختار ابن أبي عبيد عليهم. ابن الأشتر خرج بالجيش من أجل أن يأخذ بثأر الحسين من ابن زياد، فالتقى به فانتصر جيش ابن الأشتر وعثر على ابن زياد فجزه نصفين وقطع رأسه. في فتن المسلمين ليس هناك إلا جز للرؤوس كما تجز رؤوس الشياه، نسأل الله السلامة والعافية، لأن الناس لا ينضبطون إلا بشرع الله، وإلا فتصبح الدماء رخيصة. فجزه نصفين وبعث برأسه إلى المختار، سبحان الله، أين؟ في العراق. فأدخل في قصر الإمارة، أدخل رأس ابن زياد فوضع في المكان الذي وضع فيه رأس الحسين أمام ابن زياد، فما زالت جيوش ابن الأشتر التابع للمختار تنتصر. ابن الأشتر كان في معركة، وإذا بطائفة في العراق في الكوفة تنقم على المختار فخرجت عليه، فبعث بعوثه إلى ابن الأشتر أن عد عاجلا، فعاد،
فلما عاد تفرقت الأمة وكثر القتل، ولكن في هذه المرة نجا المختار. ما الذي جرى؟ الذي جرى أنه لما نبعت نابعة الفرقة في الكوفة على المختار، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه في مكة بعث أخاه مصعب بن الزبير لقتال هذا المختار الذي خرج على عبد الله بن الزبير وكان معه. فلما أتى مصعب رضي الله عنه إذا به يدبر مكيدة، فأرسل رجلين فأتيا إلى المختار في غفلة عنه ومنه ومن جنده، فقتله وجزوا رأسه، فسقطت أمارة الكوفة من يد المختار. سبحان الله. ووضع رأس المختار في المكان الذي وضع فيه رأس الحسين أمام ابن زياد، والذي وضع فيه رأس ابن زياد أمام المختار، ففرح المسلمون بانتصار مصعب على هذا الكذاب. ابن الأشتر دعاه الأمويون ودعاه مصعب ابن الزبير لينضم إليهم، فبعد الاستشارة انضم ابن الأشتر مع مصعب، فأكرمه مصعب وعظمه وجعل له قدره. الإمارة إذن في الكوفة بيد من؟ مصعب ابن الزبير الذي هو أخ لعبد الله بن الزبير. عبد الملك بن مروان تولى الأمر من بعد أبيه مروان بن الحكم، فأرسل الحجاج بن يوسف لقتال مصعب بن الزبير، وبالفعل أتى وانتزعها منه، فقام فجز رأس مصعب ووضع بين يديه. سبحان الله، رؤوس تجز كأنها شيعة في نفس المكان وفي نفس البلد، لأن الحجاج بن يوسف من ثقيف والمختار هذا الكذاب من ثقيف. فقام الحجاج وذهب إلى عبد الله بن الزبير لكي ينتقم ويكيل بالصاع صاعين ليقتل عبد الله بن الزبير، وبالفعل حصلت هناك معركة بينهما وهي موجودة في قناة على اليوتيوب مفصلة. فقتل الحجاج عبد الله بن الزبير فصلبه شهورا لكي ينتقم هذا الناصبي الذي هو الحجاج ممن؟ من مصعب، لما قتل المختار لأنه من ثقيف. ولذا جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيكون في ثقيف كذاب ومبير. مبير يعني مهلك مفسد، كذاب يعني كذاب يقول الكذب ويدعي أنه يوحى إليه ولا يوحى إليه بشيء. فمر وقد صلبه الحجاج، صلب عبد الله بن الزبير، صلبه عند عقبة مكة، فمرت به قريش وينظرون إلى ابن الزبير وهو مصلوب، فمر به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: السلام عليك أبا خبيب، يكنيه بأكبر أبناء خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، السلام عليك أبا خبيب، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا، أما والله لقد علمتك صواما قواما وصولا للرحم، أما والله لأمة أنت شرها لهي خير أمة. ثم مضى رضي الله عنه، فعلم الحجاج بموقفي وكلامي ابن عمر، فقام وأمر بأخذ جثة ابن الزبير ورماه في مقابر اليهود، ثم قال لمن عنده: ادعوا لي أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. فقالت: والله لا آتيك، والله لا آتي. قال: والله لتأتينني أو لأسحبنك بقرونك. فقالت: والله لا آتي حتى تبعث من يسحبني بقروني. فغضب فقام يتوذف يعني على كبر وخيلاء، وقال: أعطوني سبتي يعني نعلي، وهي النعال التي لا شعر فيها. فخرج فمضى إليها وقال: أما رأيت ما فعلت بعدو الله؟ يقصد ابنها. قالت: نعم، أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، ووالله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن في ثقيف كذابا ومبير، أما الكذاب فقد رأيناه وهو المختار، أما المبير فلا إخالك إلا هو، يعني لا أظنك إلا هو. ثم رجع من حيث أتى. هذه فتنة أخرى، فتنة عمرو بن الأشدق الأموي بخروجه على عبد الملك بن مروان. القتال جاري بين عبد الملك وبين ابن الزبير جاريا قبل أن يقتل، وإذا بعمر بن الأشدق الأموي من بني أمية. لما رأى غفلة عبد الملك
أتى إلى دمشق وأخذ مالا عظيما من مال بيت المسلمين وجعل يغدق على الناس من أجل أن يبايعوا له. فرجع عبد الملك وقد تحصن عمرو بن الأشدق الأموي في حصن في دمشق فحاصره 16 يوما، فاتفق معه عبد الملك على أنه يجعل البيعة والخلافة من بعده له، فرضي. فمرت الأيام وإذا بعمر بن الأشدق الأموي يدخل في غفلة من الجند ومعه مجموعة لكنها قليلة تدخل على عبد الملك بن مروان في مكان جلوسه، فرأى أن الشر في عينيه، في عين عمر بن الأشدق الأموي، وكان معه السيف، فإذا به يشير إلى خادمه ليعلم الجند بحالة الأمر، فأشار إليه 3 مرات لكنه لم يفهم. فما الذي جرى؟ لاطفه عبد الملك وقال: ما كان ينبغي لك أن تسامرني ومعك هذا السيف. فلما خلع السيف من كتفه وتحين الفرصة قبض عليه عبد الملك، فلما قبض عليه إذا به أمام الملأ يجز رأسه. سبحان الله، فتن عظيمة. ولذلك يقول سعد بن أبي وقاص كما في تاريخ الإسلام للذهبي لما قال له شارك، فقال سعد بن أبي وقاص: أشارك شريطة أن تأتوا لي بسيف له لسان وشفتان يقول هذا مسلم فلا تقتله وهذا غير مسلم فاقتله. ثم قال علي بن أبي طالب: لمنزل نزله سعد بن أبي وقاص وابن عمر، يعني بعدم الدخول في الفتن، إن كان هذا المنزل ذنب إنه لذنب صغير، وإن كان غير ذنب فإنه لشرف عظيم لهما. ولذلك جعل عمر رضي الله عنه الخلافة في 6 من بعده، من بينهم سعد بن أبي وقاص، وقال: إذا لم يكن خليفة فليستعن به. ومع ذلك ما دخل. ولذلك كما في سير أعلام النبل للذهبي قال له ابنه: شارك يا أبتي. فقال: سبحان الله، أبعد هذا العمر أشارك يا بني؟ أشارك حتى يؤتى لي بسيف، إذا ضربت به مسلما تنحى عنه، وإن ضرب به كافرا ضربه. ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. اختفي، خفي، لا يؤبه له ولا ينظر إليه. سبحان الله. ولذلك يقول حسن: لقد علت منزلة سعد بن أبي وقاص، قال: فلا أحد يسأل في الفتن إلا دل على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فتنة أخرى، هذه أعظم الفتن التي مرت بالمسلمين إذ لم يستقم لهم حال بعدها، وهي فتنة الخروج على الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الفاسق، كما قال الذهبي في تاريخ الخلفاء. سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المسند، سيأتي له إن شاء الله التفصيل هل هو صحيح أم لا، هل يقصد به هذا أم هذا، إنه سيكون في أمتي رجل يقال له الوليد، إنه لأشقى على الأمة من فرعون على قومه. سيأتي له حديث إن شاء الله في الخطبة القادمة. من هو هذا الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك؟ احتضر أبوه يزيد، كان الوليد صغيرا، كان صغيرا، فولى الخلافة لأخيه هشام ابن عبد الملك، وجعل الولاية من بعد هشام لابنه إذا كبر. من هو ابنه؟ الوليد. وكان فاسقا لا يتورع من أي منكر، يشرب الخمر ويزني ويحب اللواط، أمور فظيعة جدا. فما الذي جرى؟ الزهري نصح هشام، قال: اخلعه. ولا يظن أن الزهري أراد أن يخلعه لأنه ليس بوالي، لكن قال: اخلعه وعين غيره حتى لا يكون خليفة في المستقبل فيتأذى المسلمون منه. ولذلك أراد هشام أن يفعل وأن يولي الأمر من بعده إلى ابنه مسلمة، واتفق معه الجند والأمراء، لكنه ما فعل. يقول ابن كثير رحمه الله: ليته فعل، ليته فعل. وكان الوليد يعرف كلام الزهري وسمعه، وكان يتحين الفرصة أن يتولى الخلافة لكي ينتقم من الزهري، فقال الزهري: والله لا تتسلطن علي يا فاسق. وبالفعل لما تولى الوليد مات قبله الزهري، فسلم الزهري من شره. فما الذي جرى؟ الذي جرى أنه كان يشغف حتى بالنصرانيات ولا يتورع من أي منكر، كما قال ابن كثير والذهبي. فقاله عمه هشام: اتق الله، وجعل يؤنبه، فأراد أن يلين قلبه لعله يعود، ف
فقال أرسلك أميرا على الحج هذا الموسم، فأرسله. فأراد من جنوده، هذا الوليد مع أنه شاب، أراد من جنوده أن يبنوا له قبة على مقدار سطح الكعبة ليجلس عليها، وأن يؤتى إليه بالخمور لكي يشرب والناس تحته. فهم بعض القوم أن يقتلوه، وكان معهم خالد بن عبد الله القسري الذي قتل الجهم ابن صفوان ذلكم المبتدع، فقال لا. قالوا إذن أكتم علينا، قال أكتم عليكم. فدخل خالد بن عبد الله القسري إلى الوليد وقال أحذرك من الخروج إلى مكة. قال أعلمني ممن؟ قال لا أعلمك. فأخذه إلى بعض جنده، انظروا، فجز يديه ثم قدميه ثم ساقيه ثم فخذيه، فلم يستطع أن يتكلم بكلمة حتى مات. فوقعت وحشة بين هشام بن عبد الملك وبين ابن أخيه الذي هو الوليد هذا الفاسق، وجعل يتراسلان. فخرج الوليد في البرية مع أصحابه لشرب الخمور والزنا واللواط، وجعل بينه وبين عمه هشام وحشة، وجعل يتراسلان بالذم حتى مات هشام. فجاء الخبر إلى الوليد فأتى واستولى على الخلافة، ولما استولى على الخلافة ولى من بعده هذا الوليد، له ابنان الحكم وعثمان، فولاهما من بعده، وكان يجاهر بالفواحش. قال ابن كثير وربما اتهمه بعضهم بالزندقة، ولكن يقول الأظهر أنه كان فاسق ماجن، ولذلك قال الذهبي في تاريخ الإسلام لم يصح عنه كفر ولا زندقة، لكنه كان فاسقا ولا يستحي من أحد لا قبل الخلافة ولا بعدها، وكان يحب اللواط، حتى إنه راود أخاه سليمان على أن يفعل به فاحشة اللواط، حتى هم أخوه سليمان أن يقتله، لكنه لما تولى الخلافة أغدق على الناس، أعطى الناس العطايا، وجعل لكل بيت خادمة، وأخرج التحف والألعاب ووزعها على الأطفال، وكان كريما شاعرا. فما الذي جرى؟ الذي جرى أن جنده كرهوه أشد ما يكون، وكان من أشدهم فيه قولا هو ابن عمه يزيد ابن الوليد، هذا الفاسق هو الوليد ابن يزيد، هذا الذي كان في نفسه عليه هو يزيد ابن الوليد، كل منهم سمي على أبي الآخر، سمي على عمه، وكان هذا الوليد الفاسق له هذا ابن العم يزيد ابن الوليد الذي يلقب بالناقص، يزيد ابن الوليد هذا الذي سيأتي ذكره يلقب بالناقص. وكان الناس إلى قول يزيد أميل، لأنه صاحب طاعة، صاحب طاعة وصاحب خير، وكان يظهر ذلك كما قال ابن كثير رحمه الله، ويظهر العبادة والتواضع، فبايعه الناس مع وجود الوليد. فأتى العباس الذي هو أخ لهذا الرجل اسمه يزيد الملقب بالناقص، قال اتق الله لا أطاوعك على هذا، لا تخرج على ابن عمك الوليد. ثم قال العباس أخو هذا الرجل الناقص، قال والله لولا أني أخاف عليك لقيدتك وأرسلتك إليه. وجعل أخوه ينهى أشد النهي وينهى من معه. ثم لما عزم هذا الأخ يزيد ابن الوليد الناقص على الخروج عليه، قال العباس منشدا بعض الأشعار ومن ضمنها من حيث النثر: إني أعيذكم بالله من فتن كالجبال، فاستمسكوا بعمود الدين وارتدعوا. لكن لم يسمع له أحد. انضم من انضم إلى يزيد بن الوليد الملقب بالناقص، انضم إليه من انضم. وقع وباء ومرض في دمشق، فخرج الوليد الفاسق هذا الملقب بالفاسق خرج منها، فدخل يزيد بن الوليد الملقب بالناقص دخل في دمشق ليلا، فبايعه أكثر أهلها بالليل، وأمر بإغلاق الأبواب ولا يفتح إلا لأحد يعرفه، فكثرت الجوش حول يزيد بن الوليد الملقب بالناقص. فما الذي جرى؟ العباس الذي هو أخو يزيد الذي عظم أمره الآن قام بجيش من أجل أن يناصر ابن عمه على أخيه، لأنه يريد أن يناصر الحق، لأن الخروج على الولاة ظلم. فالشاهد من هذا أن أخاه تمكن منه وأرغمه على أن يؤتى به، ثم بايع لأخيه رغم أنفه فبايع له، فلاحق الوليد ابن يزيد الملقب بالفاسق لاحقه. فلما رآه وانفض من حوله أخرج السرير ورمى بسيفه وقال أنا أثب على الأسد وهؤلاء الرجال يثبون علي، والله لا أمكنهم من ذلك إلا بشرف. فأخرج المصحف وقال أقتل كما يقتل عثمان بن عفان،
لا شك أن هناك فروقا عظيمة ولا مقارنة بينه وبين عثمان رضي الله عنه، لكن سبحان الله هذه الكلمة بقدر من الله جرت على لسانه، قال اقتل كما يقتل عثمان. عثمان لما قتل دب الخلاف والشر والدم في المسلمين. هذا الرجل بالذات من بين الخلفاء السابقين الذين خرج عليهم، هذا الرجل بالذات حصلت بعده فتن عظيمة، هرج ومرج كما ذكر العلماء عن حاله بعد خروج الناس عليه. فالتفوا حوله فقتل الوليد ابن يزيد، فقتله واحتزوا رأسه وبعثوا به إلى ابن عمه يزيد، فسجد شكرا لله فأمر بنصب رأسه وأن يطاف به في البلدان، ثم بعث به إلى أخيه سليمان، فقال سليمان لما رأى رأس أخيه أشهد أنك كنت شروبا للخمر ولقد راودتني عن نفسي. سبحان الله، خلفاء بني أمية أعمارهم ليست بتلك الأعمار، هؤلاء المتأخرون منهم يعني ما بين 30 إلى 40، كان عمره 36 أو 33 سنة هذا الوليد الملقب بالفاسق لما قتل. ما الذي جرى؟ الخلافة الآن بيد من؟ بيد يزيد ابن الوليد الناقص. لماذا سمي بالناقص؟ سماه ابن عم أبيه مروان ابن محمد، ليس مروان ابن الحكم الذي مضى، لا، هذا مروان ابن محمد ابن عم أبي هذا المسمى بالناقص، لأنه لما تولى الخلافة أنقص على الناس عطياتهم وضيق على الناس في معايشهم. قال ابن كثير وكان قبل ذلك فيه صلاح وورع. القضية ما هي قضية أشياء نظرية، لا، يعني المال والخلافة والرئاسة إذا وقعت في يد شخص تمحصه تلك الأموال وتلك الرئاسة. لا أحد يقول والله لو أن لي من الأمر شيئا لفعلت ولا فعلت. فمن كان في عافية فليحمد الله. نكتفي بهذا القدر، الوقت لا يسعفنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان توابا رحيما. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المهتدين المقتدين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، الموضوع يتواصل بنا إن شاء الله في الجمعة القادمة، لأن ننجز إن شاء الله ولو باختصار حتى ننهي هذه السلسلة، من باب أن نبين أن ما ذكره الشرع فيما يخص الخروج على الولاة أن أمره عظيم وشره مستطير، فالنصوص الشرعية بين أيدينا والعبر والمواعظ من التاريخ الذي سمعتموه في هذه الخطب الخمس والخطب الآتية هي كافية حقيقة. والله لو أن الوقت يسعفني لذكرت ما جرى بعد مقتل هذا الوليد المسمى بالفاسق، لكن لعل إن شاء الله الجمعة القادمة نذكر. والله فتن يستعظم ويستفضع لها، بل إن أعظم الفتن كما سيأتي فتنة أبي مسلم الخراساني. الناس يقولون الله يحل الحجاج عند ولده، عامة الناس يقولون الله يحل الحجاج عند ولده، هذا مثل أسمعه، يقولون إن الحجاج لما كان في مشارف الموت قال اذهبي من بيتي في طريق مستقيم إلى المقبرة، فلما مات وجد أن الطرق كلها ملتوية، فهدم هذا الابن كل بيت أمامه لكي يوصل ابنه الحجاج إلى المقبرة في طريق مستقيم. هذا يذكر، وبحثت عنه وبحثت عن هذا الولد الذي الناس يقولون إنه أعظم من أبيه الحجاج، ما وجدت شيئاً حسب اطلاعي وبحثي، لم أجد، لكن أقول الناس يقولون الله يحل الحجاج عند ولده، أنا أقول الله يحل الحجاج عند أبي مسلم الخراساني. ليس معنى ذلك أنه يغتفر للذنوب والفضائع التي تقع من الولاة السابقين، لا، لكن المقصود من هذا أن ما وقع ممن جاء بعدهم من الظلم والجبروت والطاغوت أنه أعظم بالنسبة إلى ما فعله السابقون، حتى إن بعضهم ظن أن أبا مسلم الخراساني قد حلت فيه الألوهية فجعل يفعل ما يشاء. انظروا، وإن شاء الله الحديث له تتم وصله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقم الصلاة.